ماذا انت دورك كان ايه في المشروع؟ انا كنت شغاله في تيم اسمه MCL اللي هو موك سيركليشن لوب، ان هو دلوقتي احنا خلاص خلصنا الترومبه جاهزه، حتى لو مش بتشتغل بالبرفورمانس اللي احنا عايزينه احنا دلوقتي محتاجين نجربها. فال MCL دي زي تيستنج ريج كده، بنركب عليها الترومبه بتاعتنا او القلب الصناعي بتاعنا، والمفروض ال MCL دي انتوا عملتوا موديل؟ احنا شفنا موديل او في الصورة، يعني شفنا يعني موديل تجريبي، نقدر نسميه كده. مظبوط. موديل تجريبي. فال MCL دي بتمثل يعني حركة الدم اللي بتحصل ما بين الرئة والقلب ومن القلب لباقي الجسم عشان نتستت بقى. فبنركبها على ال MCL دي وبنمشي الحركة الدموية نفسها بتمشي، ونشوف بقى ايه الأداء بتاع الترومب عامل ازاي، ومنها نقدر نشوف هنحسن ايه مش هنحسن ايه الحاجات دي. ان شاء الله. نور، انت طبعا بتعملي بيزنس موديل مع تيم، انتوا تيم البيزنس قد ايه؟ السنة اللي فاتت احنا كنا حوالي 4، والسنة دي لا احنا 3 تيمز بس مختلفين. 3؟ لا، ما 3 تيمز، 3 فرق ومهندس. كل تيم معاه مجموعة. بالظبط. عملتوا بيزنس موديل للمشروع؟ عملنا لجزء السنة اللي فاتت، عملنا دراسة جدوى على أساس الحاجات اللي احنا استخدمناها، المنتجات والماتيريالز المختلفة، ومحتاجين كام مهندس بمهارات ايه على مدار كام سنة عشان نقدر طب ما نطلع تقولي كده، منتج. يلا قدمي البرزنتيشن ده، تبقى لنا يعني ايه ممولين. First of all، الموضوع محتاج حوالي مثلا 5 سنين optimization وبحث بس. 5 سنين بحث. والتجربة. تجربة. عشان نقدر نقول اوكي ممكن نبتدي دلوقتي نجرب على حيوانات قبل ما نبتدي على البشر. صحيح، اللي هي الموديل ده التأصيل العلمي بقى، اللي هو المرحلة الأولى إن إحنا بنثبت معمليا إن الموضوع تمام، والمرحلة التانية بتدخل على الحيوان، والمرحلة التالتة اللي هي الجزء الأول فيها بنشوف إن الإنسان يكون آمن، مش مهم النتيجة، والجزء التاني من المرحلة التالتة هو إنه الموضوع ده فعال بالنسبة للإنسان ولا غير فعال بالنسبة للإنسان. هي دي ده بيقول عليه دايما التأصيل العلمي، اللي هو طبعا. ازاي ده، وده طبعا كله بيتم مراجعته ونشره في دوريات علميه كبيره، وبيتراجع من اساتذه على مستوى العالم، اقران بقى وباحثين وغيره، وانا متاكد انه اساتذتكم في الجامعه يعني اكيد شغالين على ده. لكن الحلم حاجه عظيمه، يعني الحلم حاجه عظيمه، بس الاعظم اللي هيخليهم قادرين يكملوا حلمهم هو الشغل حضرتك، مظبوط، دراسه الجدوى، وانك تلاقي لهم تمويل ودعم، وكلهم دلوقتي بيشتغلوا على قد امكانياتهم، بس كمان شويه يحتاجوا فلوس، صح؟ مظبوط. هتعملي ايه؟ هنبتدي نعمل pitching in different places، كويس، قدام مثلا venture lab في الجامعة، قدام different professors that can help us، قدام مع investors. ففي فهتبتدوا تدوروا على ممولين، تعملوا حضانة لل يعني يعني يبقى الموضوع ده. انت متفائل خير يا عبد الرحمن في الموضوع ده ان شاء جداً. الله؟ جدا جدا. احنا معانا ناس بصراحه، يعني انا كان دوري في الموضوع في الاول، يعني اصل الموضوع ده ثوري، يعني حتى توصيف لجنه تحكيم جميل، اللي هو يعني ان احنا عندنا قلب صناعي من غير سلك وبطاريه، وبالتالي المشهد التقليدي اللي احنا متعودين عليه ده مش ان شاء الله ما يكونش موجود. طبعا الكلام ده مش بكره ولا بعده، ممكن يكون بعد 5 سنين 10 سنين من دلوقتي.